اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا بحب ارحب بكابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني لفريق منتخب مصر للشباب في كره اليد، واللي نجحنا في التاهل الى كاس العالم وفزنا كمان بالمركز الثاني او فضيه بطوله افريقيا. اهلا بيك يا كابتن رامي. اهلا بيك كابتن، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك وشكرا لحضرتك على المقابله الحلوه والمقدمه الحلوه. ده حقك يا كابتن، انتوا الابطال ومن حقكم تتقابلوا يعني وتتشالوا فوق الراس. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، شكرا لحضرتك. بنرحب بمنه الله سيد حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى كمان منتخب مصر الشابات، وبالمناسبه اخذت احسن حارس مرمى في البطوله. اهلا بيك يا منى. مبروك. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله تعملوا احسن حارس مرمى في العالم يا رب. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن الفريق في البطوله، نشوف التقرير ده راجع لحضراتكم تاني. نجح المنتخب الوطني لشابات كرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف في حصد الميدالية الفضية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بغينيا خلال الفترة من 17 وحتى 26 من فبراير الجاري. وحصلت شابات الفراعنة على المركز الثاني بعد الخسارة أمام المنتخب الأنغولي بنتيجة 18-17 في مباراة صعبة ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء. وبدأت بنات النيل مشوارهن في البطولة باكتساح منتخب زامبيا بنتيجة 47-18 ثم الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 51-25 قبل أن يتعادل منتخبنا في آخر مبارياته بالمجموعة الأولى أمام منتخب أنغولا بنتيجة 24-24 ليصعد منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي من البطولة القارية ويضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بدولة سلوفينيا. وفي قبل النهائي واجه منتخبنا نظيره الغيني صاحب الأرض والجمهور ويستطيع التغلب عليه بنتيجة 28-23 ويتأهل للمباراة النهائية والتي واجه فيها منتخب أنغولا ويحصد الميدالية الفضية. وشارك الثلاثي الأهلاوي رحمة محمد وروان سعيد ومنة الله سيد رفقة منتخبنا في رحلة الصعود لنهائيات المونديال وحصد الفضية القارية. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن رامي. بطولة كانت صعبة، شايفين طبعا الأجواء اللي كانت بتلعب فيها، طبعا الجو هناك رطوبة عالية جدا، بس خلينا نبتدي من البدايه خالص عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا معانا. بلغت امتى بالمنتخب وامتى اتجمعتوا وامتى تم اختيارك مدير فني لفريق الشباب؟ احنا من 2018 مجمعين منتخب 2002 وشاركنا بيهم في بطوله البحر المتوسط وخدنا برونزيه البحر المتوسط لاول مشاركه ليهم، كنا في مونتينيجرو ودي كانت اعداد لبطوله افريقيا في 2019. ممتاز. في النيجر ربنا كرمنا بالمركز الثالث في البحر المتوسط، ومنا خدت احسن حارسه في بطوله البحر المتوسط ما شاء الله، والرحمه خدت احسن لاعيبه في بطوله البحر المتوسط ما شاء الله. شاركنا في افريقيا في النيجر، كانت بطوله قويه جدا، كان برضو نفس الفرق مشاركه بس تونس وانغولا كانت البطوله من دور واحد، وقدرنا نتغلب على كل الفرق دي وخدنا بطوله افريقيا للناشئات كمان، خدنا مركز اول هايل. وكان طبعا مشاركه كاس العالم كانت هتبقى في 2020 للاسف بظروف الكورونا ما شاركناش في كاس العالم واتلغت خالص، اتلغت لانه كبروا بقى خلاص بالظبط. فضلنا احنا على حفاظ على قوام المنتخب فتره، حتى كانت الكورونا كان بياخدوا شويه تدريبات بدنيه حافظوا عليها، واحنا كنا عارفين ان بطوله الشابات هتبقى صعبه جدا وقويه جدا، وهي ده كان الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه الفتره اللي فاتت كلها. وهم معانا بصراحه من 2018 والاتحاد ما تاخرش علينا في اي حاجه. معسكرات خارجيه كنا بنطلب موافقين، ان هم كان عندهم امل وعندهم يقين ان المنتخب ده يقدر يبقى نواه لمنتخب اول سيدات في مصر. ما هو ده بقى اللي انا عايز اروح فيه، بس خلينا نتكلم الاول على الانجاز الكبير. الاول حضرتك لعبت المباراه النهائيه مع انغولا واتصابت رحمه من احد الحلول القويه في الهجوم حضرتك طبعا. يعني رحمه محمد لعبت النادي الاهلي وكمان اصابتها باصابه قويه رباط صليبي، ان شاء الله تخف وتلحق باذن الرحمن تلحق كاس العالم. اتعادلتوا مع انغولا في المجموعه برغم كنتوا الافضل، احنا كنا متابعين كنا نقدر نكسب ولكن هم اللي جابونا وتعادلوا معانا، فكان وضع طبيعي الفاينل نكسبه، ولكن قدر الله ما شاء فعل.
تقييمك للتجربة إيه؟ أنت برضو أكيد ليك تقييم لهذه التجربة. طبعا تجربة أنا بالنسبة لي قيمناها إن إحنا كانت بطولة قوية جدا، وتجربة إحنا استفدنا بيها في عناصر جديدة كانت لسه داخلة في المنتخب. فعلا يعني في عناصر دخلت ما شاركتش معاك في الثلاث سنين اللي فاتت. خالص. هايل. كده القاعدة بتكبر. بالظبط. كده القاعدة عندنا بتكبر، كلام حضرتك بيديني انطباع إن القاعدة كبرت وده اللي إحنا عايزينه. في ثلاث بنات أنا مصعدهم من 2004 لعبوا معايا البطولة. برافو، يعني انت باصص للمستقبل. بالظبط. كويس. احنا كنا في اربعه بيلعبوا دلوقتي افريقيا. بيلعبوا دلوقتي افريقيا، احنا كنا واخدين ثلاثه، كنزي ومريم عمر ولوجي، دول كانوا مصعدينهم. طبعا بياخدوا خبرات اعلى، احتكاك اقوى. نعم. فلما بينزلوا سنهم بيبقى طبعا الموضوع سو ايزي. بالظبط بالنسبه لهم. طبعا لما لعبنا في دوري المجاميع اللي هو انا وانجولا اللي تعادلنا فيه، دي جت اصابه رحمه في الدقيقه 12 من الشوط الاولاني. وكانت بالظبط يعني صعقه لينا كلنا. مشكله في السن ده لما بيلاقوا زميلتهم اتعورت بيتخضوا جامد. بالمناسبه احنا معانا رحمه محمد عبر سكايب. رحمه ازيك؟ ازي حضرتك؟ الف مليون سلام عليك يا رحمه. الله يسلم حضرتك. ولا يهمك يا باشا، انت ان شاء الله تلحق كاس العالم. الحمد لله ان شاء الله. وليه ايه اللي حصل في الاصابه؟ يعني مش عايز اخليك تفتكر اللحظه بس يعني شعورك، حسيت بايه؟ هل مثلا بعد الاصابه كان همك ان الفرقه تكسب؟ يعني كلميني عن ظروف الاصابه والامور اللي كانت حواليها. هو انا في اول مثلا 10 دقائق في الماتش، يعني الماتش كان ماشي كويس وكل حاجه والفرقه كانت كويسه، انا لسه بستلم الكوره يعني، فركبتي دخلت مني لجوه ويعني خرجت، فركبتي يعني ما كنتش حاسه بيها، بس برضه لما خرجت يعني كان همي ان الفرقه تكسب وكل حاجه. حتى انا اساسا لاخر الماتش يعني انا لاخر البطوله اساسا كنت هموت وانزل اعمل اي حاجه للفرقه، بس هم يعني كانوا قدها وشرفوني وشرفوا مصر كلها وعملوا اللي عليهم وزياده. طب يعني قولي لي، يمكن صعودكم كاس العالم ده يمكن هون عليك الاصابه شويه يا رحمه؟ اكيد طبعا، يعني انا نفسي كان نفسي اكون معاهم، بس انا يعني واثقه فيهم ان هم ان شاء الله يعملوا حاجات كويسه، وانا يعني ان شاء الله الحقهم بقى ان شاء الله 100% تلحقيهم ان شاء الله. طب قولي لي عملت ايه؟ رجعت مصر عملت الاشعاعات؟ هل اتحدد لك ميعاد عمليه ولا بننتظر الورم بالركبه يخف شويه؟ يعني كلمينا عن رحله العلاج. انا وصلت اول امبارح، وصلنا الساعه 2 الظهر الصبح، رحت الساعه 6 عملت الرنين. دلوقتي معايا الاشعه والتقارير وكده، دلوقتي عند الدكتور يعني هدخل له بقى وهشوف انا هعمل عمليه امتى. يعني احنا بنكلمك وانت عند الدكتوره رحمه؟ كل حاجه. ربنا معاكي ويشفيك. على فكره دي حاجه كويسه ان انت بدات في رحله العلاج بسرعه، يعني دي حاجه كويسه جدا ان انت يعني الامور ماشيه بسرعه عشان اليوم يفرق معانا. ان شاء الله خير. طب قولي لي انت يعني نفسك في حاجه اكيد، او نفسك في كاس العالم في حاجه، نفسك ايه في كاس العالم؟ نفسي نعمل حاجه كويسه، ويعني الناس كلها تبدا تتكلم علينا ان احنا منتخب قوي وعندنا عناصر كويسه ومعانا جهاز فني كويس والاتحاد كله واقف دورنا، فان شاء الله يعني نعمل حاجه تساعد ان البنات يتعملها فيرست تيم ونسمع في مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله تسمع في مصر باذن الله. مين ماسك الاعلى يا رحمه؟ مين ماسك الاعلى؟ يعني نفسك تبقي زي مين؟ نيكولا كربوتيتش طبعا. بص يا باشا داخل على داخل على الجد كله. يعني بامانه يعني ان شاء الله اتمنى لك كل شفاء يا رحمه. طب قولي لي يعني برضو بابا وماما اكبرهم ايه؟ يعني هل هم يعني متوترين ولا كانت الامور عدت عليهم صعبه؟ يعني طمنين عليهم برضو، لان اكيد الموضوع ده بس مش بيقع على اللاعب، لا اسرته كمان بتبقى في حاله صعبه. طمنيني على بابا وماما. لا يعني هم اساسا ما كانوش يعرفوا حاجه هناك، احنا كنا مخبيين عليهم عشان الحاجات دي ما ينفعش يعني كده، بس هم يعني لحد دلوقتي متضايقين، بس يعني مش مبينين لي عشان اقوم على رجلي تاني واعمل عمليه كويسه. مفيش حاجه ان شاء الله، هي بسيطه. كابتن رامي يعني تحب تقول حاجه لرحمه على الهوا؟ طبعا رحمه دي بنتي، من ساعه ما بدانا المنتخب هي من العنصر الاساسي عندي، احسن لاعبه بالنسبه لي دفاعيا وهجوميا، وان شاء الله انا بتمنى لها السلامه وكل خير، وان شاء الله تلحقنا في كاس العالم وتنورنا وتنور مصر كلها في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله. سمعت الكلام يا رحمه؟ ان شاء الله. سمعت. طيب وكمان منى عايزه تقول لك حاجه. ان شاء الله هترجعي لنا بسرعه يا رحمه، شدي حيلك علشان احنا محتاجينك. ربنا معاكي. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رحمه وربنا معاكي. رحمه محمد لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر للشابات، بنتمنى لك كل السلامه ان شاء الله ترجعي الى الملاعب قريبا. بشكرك شكرا جزيلا.
يمكن اجيلك منا يمكن كانت لحظه صعبه اصابه رحمه، يمكن انتوا في الملعب شفتوا لما بيقر لعيب وبيقعد يصرخ ووجع الالم الاصابه، الفرقه بتتخض يعني، حسيتوا بايه؟ هي بصراحه يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا، لان هو كان في بدايه الشوط ما كناش عاملين حسابنا على حاجه زي كده، وهي عنصر اساسي هي اللي بتلاقينا حلول في الملعب، فهي كانت مفاجاه كمان يعني، كان عندنا امل ان هي كانت تخرج وتنزل بعد كده، بس كانت مفاجاه ان هي كمان ما نزلتش، بس الحمد لله يعني الفرقه كانت قدها وان احنا قدرنا يعني ان احنا نعوض، الحمد لله تعادلنا. الحمد لله ان شاء الله تبقى معاكم في كاس العالم. وكاس العالم امتى؟ في شهر 6 ان شاء الله. شهر 6 ان شاء الله، عندنا وقت 3 4 ان شاء الله تلحق باذن الله، تلحق ان شاء الله باذن الله تلحق ان شاء الله. طب قولي لي بقى، كلميني عن لقب احسن حارس مرمى، يعني انت كنت رايحه وكنت متوقعه ده، خاصه انت في البحر الابيض المتوسط او في افريقيا اللي قبل كده خدتي هذا اللقب، فانت بتبقى رايحه كل افريقيا عارفاكي يعني، عارفين ان انت مرشحه تاخدي ده، كنت حاسه ان هتاخديه مع اول يوم في البطوله ولا حسيت ان في منافسه؟ لا يعني هو اكيد في كان حاسه بالمنافسه من انجولا بس اه بالظبط يعني هم يعني منتخب محترم برضو، بس يعني انا كنت بعمل اكتر حاجه عندي ان انا علشان ابقى بشيل فرقتي وان انا اكون نظهر بصوره مشرفه كويسه يعني. نعم. طيب يعني قولي لي اصعب مباراه لعبتوها، يعني اكتر مباراه انت حسيت ان فيها منافسه وفيها يعني هاندبول كتير، يعني فيها هاندبول عالي؟ مباراه انجولا في المجموعات وفي الفاينل. مباراه انجولا، المباراه الاخرى كانت يمكن اهدى شويه، حتى قبل النهائي كمان. قبل النهائي لا، المباراه كانت صعبه برضو بالزبط. بس احنا شبه كنا واثقين ومطمنين ان احنا نقدر ان احنا نكسب. بس هو ماتش انجولا بقى كان فيه بالظبط. طب والاخبار العنف ايه يعني؟ هل احنا قادرين يعني؟ اليد لعبه عنيفه بالزبط. احنا برضو بنطمن، هل احنا نقدر نجاري الافارقه؟ بنقدر، عندنا القوات دي؟ لا نقدر، ما احنا كنا خسرنا فرق واحد وتعادلنا معاهم، لا احنا نقدر يعني، احنا بنجاريهم في القوه، هم اقوى مننا بس احنا نقدر نجاريهم، مش بالدرجه الكبيره قوي يعني، احنا الحمد لله الكابتن عامل معانا شغل بدني عالي ومجهزنا بالظبط، فمخلينا ان احنا عندنا استعداد وقابليه لاي حاجه احنا بنواجهها. طب الصعوبات خلينا نتكلم، يعني ماتشات افريقيا او البطولات اللي بتلعب في افريقيا بيبقى فيها نوع يعني خاص من الصعوبات، اولا الاقامه بتبقى أكيد. الإقامة بتبقى يعني بشكل أو آخر مش زي اللي احنا عايزينه، بتبقى الملاعب نفس الكلام، أنت يعني كلاعبة أو كحارس مرمى مهم في الفريق، الصعوبات اللي قابلتكم إيه؟ أول حاجة الإقامة، احنا كنا جايين بأكلنا فعلاً لو فريق بقى شباب بقى أنت مش هتشيل هم الأكل، هتاكل بقى خالص، طبيخ بقى وأكل وكله تمام بالظبط، كنا جايين كنتوا واخدين معاكم إيه؟ لا يا أبا عندي دي شوية، لا أنت هتعدي كده تعالي لي بقى، كنتوا واخدين أكل إيه معاك؟ معلبات، تونة، رز، مكرونة كده يعني، الحاجات الخفيفة اللي نقدر نعملها. معلبات دي ماشي، طب الطبيخ إيه ما طبختوش حاجة؟ مش طبيخ. لا ما لا ما ينفعش اي طبيخ، لا ما هو الرز المطبخ والمطبخ جبت ولا ايه؟ مش في مطبخ، اكلنا كان شوربه. كنت بتعملي شوربه؟ اه بس ده شوربه ميه سخنه وبتاع وكلام من ده، لا انا عايز طبيخ. ما الامكانيات مش موجوده. لا امكانيات ايه بقى يا كابتن؟ لا انت بعد كده كانش لازم بتجهز، كنت حضر لنا حاجه واحنا كنا هنعمل لكم، هنحضر لكم بس بعد كده الاتحاد، انتوا بعد كده وانتوا طالعين تبقوا عاملين حسابكم، لان انتوا خلي بالك الاكل مشكله، لو ما اكلتش كويس مشكله بالظبط. اديتوها السفريه كلها معلبات؟ اه كان قليل قوي ما بنلاقي حاجه تتاكل في الفندق يعني. الفاكهه طيب؟ هي الفاكهه الحاجه الوحيده اللي كانت تتاكل في الفندق. والعسل ما ده كان معانا الحمد لله، احنا كنتوا واخدينه معاكم؟ اه وكان في هناك برضو بس احنا كنا عاملين حسابنا، عاملين حسابكم بس لما رحتوا زيت الخير خير بالظبط. الموز هناك موز يعني موز أناناس حلو جدا، وخلي بالك الموز مهم للعيب لانه بيعوضك عن الشد والاجهاد والكلام ده كله، حتى لعيبه التنس بياكلوا موز اثناء المباراه. طيب ايه الصعوبات الثانيه غير الاقامه والاكل؟ الصاله اللي احنا كنا بنلعب فيها كان الجو حر جدا يعني، اول يومين كان اصعب يومين بصراحه. ليه بقى؟ الجو ما كناش لسه اتعودنا عليه، كانت درجه الحراره 30، فكانت لسه انت بتتعود على الحاجه اللي انت متعود عليها، بعد كده بقى احسن بكتير يعني. طب ما قدرناش يعني، قدرنا ان احنا نتاقلم على الوضع. وطبعا انتوا رايحين انتوا هنا بالجواكت بقى وبتاع، ورحتوا فتحتوا باب الطياره. الله الله عودك بالظبط. بس احنا يعني من 2019 واحنا متعودين على حاجه زي كده يعني، احنا كانت اجواء 2019 كانت فين بقى؟ في النيجر. نيجر بالظبط. طب ده غينيا يعني الموضوع احسن بالظبط، فاحنا متعودين على الحاجات دي يعني، كابتن معودنا من احنا في 2019 ان الحاجات دي بتبقى ما بتاخدش جزء كبير من تفكيرنا، احنا بنركز اي حاجه على الماتش. لعبتوا سفاري؟ كان تركيزنا كله على الماتش. ما طلعتوش بعد البطوله حتى؟ لا ده انا ما فيش بلد افريقيه رحتها الا ما كنت حريص ان اطلع السفاري. ده بتبقى على فكره مش بعيده، لان هو بتبقى الغابات قريبه جدا من الـ من الـ من الـ بس انتوا فكرتيش تروح؟ لا احنا كان علشان كان ثلاث ماتشات جامدين، فكانت كل وقت راحه احنا كان لازم نستغله كويس، ما كانش بيبقى في وقت ان احنا نخرج او ان احنا نروح في حته. طب قولي لي من الملعب، من الاقامه للملعب كانت مسافه قد ايه؟ حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكثير. الاتوبيس التنقلات كانت حلوه، الدنيا كانت كويسه، الاتوبيس مكيف،
لا احنا ما كناش بنستخدم التكييف، كنا بنتعود كده على الجو الرباني. ربنا بقى على الله طبعا. بس قصدي اقول لك الترانسبورتيشن في من لا كان كويس كمان. كويس. طب وتعامل الجماهير مع البعثه المصريه؟ هم بيحبونا يعني حب كده رباني فعلا. لما بيشوفونا بيشجعونا وبيحبونا كده، تحس في تقرب مننا فعلا. يعني اسم مصر هناك بالزبط. انتوا حاسين ان محمد صلاح كل ما حد يشوفنا موسى صلاح. احنا عايشين على موسى صلاح. بص كل مصر كلها رياضه عايشه على موسى صلاح بامانه. يعني كل ما تقع موسى صلاح انت عارفه بقى. انا عايز اقول لك انه ده هي دي قوه الرياضه الناعمه. ان بشوف يعني موسى صلاح خلانا كلنا متابعين مصر. فطب يعني اكتر حاجه طريفه، هل جمهور سانكو مثلا قدام انجولا؟ لان طبعا ولا انجولا عشان قريبه منهم فالدنيا. لا احنا كان في ماتشات انجولا كان في ناس بتشجعنا فعلا. يعني انا كنت ببقى واخده بالي من قاعدين بره، يعني بوركينا فاسو كانوا بيشجعونا، الجزائر كانوا بيشجعونا، تونس ونيجيريا، كان كل دول كانوا بيشجعونا يعني فعلا. كانوا كنا بناخد بالنا بعد الماتش، هم اللي كانوا بيقولوا لنا عايش وبرافو. طب وفي انجولا، ماتشات انجولا؟ في ماتشات انجولا كان في شوية بالظبط. لان انجولا يمكن قريبه منهم في الخريطه، فالدنيا هناك بتبقى الموضوع. طب قولي لي عن يعني المدربين التانيين، الفرق التانيه، رئيس الاتحاد منصور اريمو اتكلم معاك وقال لكم ايه؟ شايفين ان وجود مصر لفريق سيدات او شابات، حضور مصر في الايفنتات دي هم مفتقدين ولا؟ هو بعد ماتش انجولا بالظبط الاخير فاينل، الاتحاد كله فضل الافريقي فضل يتكلم علينا، يعني ان احنا كنا ظهرنا بشكل مشرف وان احنا نستحق ان احنا كنا ناخد حاجه. يعني احنا ظهرنا بشكل يليق باسم مصر. برافو عليك. صح، شوف كلمه حلوه ازاي. الحمد لله. يعني هو ده كلمه حلوه. بص اللي احنا قايلينه كل ده، كل اللي انت بتقوليه ده عشان نظهر بمظهر يليق باسم مصر. البلد اللي احنا بننتمي لها. يمكن هو دي، هي دي الروح. طبعا. دي الروح يا كابتن. احنا بنمثل منتخب مصر من ساعه ما بتلبس تيشيرت منتخب مصر. انت المفروض تتحول كل حاجه، تبقى واحد تاني، تبقى واحد تاني خالص. بالظبط. طب قول لي يا كابتن، يعني خلينا نتكلم على الامور الفنيه. انت دلوقتي عندك ان شاء الله كاس عالم في شهر 6. طبعا اكيد دارس الدنيا وشايف الخريطه شكلها عامله ازاي. انت رحت قبل كده خدت التاسع برضو مع فريق الشابات صح؟ الناشئات. شايف الانجاز ده ممكن يتحقق تاني ولا ممكن ناخد مركز افضل؟ لا ان شاء الله ممكن يتحقق او ناخد مركز افضل. حسب ما هنشوف لسه احنا هنروح مجاميع ايه بالظبط. احنا بدانا دلوقتي نشتغل، خدنا بطوله اوروبا كلها. معايا طبعا محلل الاداء كابتن محمد سليمان، بناخد الماتشات ونبدا نشتغل دلوقتي على كل الفرق لغايه ما نشوف مجموعتنا ايه. برافو. البنات احنا مدينهم 4 ايام سلبي بس ينزلوا، بعد كده ينزلوا مع انديتهم عشان الدوري هيشتغل. كتير يا كابتن 4 ايام. منا بتضحك. انا جاي اهدي النفوس. انا جاي اهدي النفوس. يعني 4 ايام سلبي وبعد كده هيخشوا الفرق. هيخشوا مع فرقهم وحاطين يومين في الاسبوع. طبعا هم عشان في قوام المنتخب احنا حاطين حد اقصى مباراتين في الاسبوع يلعبوهم مع انديتهم. ده لائحه الاتحاد. لائحه الاتحاد. الله عيني. اتحاد اليد دايما سباق بصراحه يا كابتن هيثم. الاتحاد حقيقي كره اليد على طول عنده خطوات تقدر تحافظ على اللعيب الدوري ازاي، وبيتوارثها الاتحاد ورا الاتحاد بالظبط بصرف النظر مين جوه. بالظبط. برافو. يعني احنا النهارده لما نقول ان احنا جمعه وسبت ده درجه اولى سيدات، وحد وتلات مواليد 2002 والدوري، يعني اربع ماتشات في الاسبوع. لو احنا سمحنا للبنات تلعب اربع مباريات في الاسبوع اوفر جامد عليهم قوي. وعندك كاس عالم، فالاتحاد قال لك اللعيب الدولي حد اقصى له ماتشين في الاسبوع. عايز يلعب درجه اولى يلعب، يلعب في سنه يلعب، هم حد اقصى ماتش. شوف الدنيا قفلت، حطوا لها قانون ولائحه استثنائيه عشان ايه؟ نحافظ على ثروتها. لان حضرتك انت لو كنت سمعت الانترو، احنا كنا بنتكلم على الباسكت. تمام. الباسكت سبع لعيبه راحوا من المنتخب من الاهلي رجعوا اربعه مصابين. ليه بقى؟ اجهاد 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 اجهاد. اربع اصابات ايه؟ كسر في الانكل، مزق، شاب عنده 19 سنه مزق في العضله الاماميه. اللي عايز اقوله لك انه لازم انا كاتحاد احافظ على ثروتي. بالظبط. تمام. وهو ده اللي بيعمله اتحاد كره اليد. بالظبط. بامانه بسم الله ما شاء الله. طيب هنلعب ماتشين حد اقصى. بالظبط في الاسبوع. حضرتك هتتابع بناتك؟ اكيد طبعا. تمام. لو عنصر جديد لقيته كويس اهلا بيه. هيتضم طبعا طبعا طبعا، بدليل ان احنا في افريقيا الشابات اللي احنا اشتركنا فيها انا واخد ثلاث اربع عناصر ما شاركوش في النشئات. برافو. انت ظهروا في الدوري سايبها حقهم يخشوا. هايل. اي لعيبه تظهر بمستوى اهلا بيها يليق بالمنتخب وتشارك فيه موجود، باب مفتوح لكل الناس. احييك. طيب طبعا بدري قوي لان اقول لك الفرق الثانيه، لان كل سنه والثانيه الجيل بيكبر ويجي جيل ثاني، صعب ان انا اقول لك انت شايف مستواك ازاي. بس ماتشات اوروبا هتديك انطباع قريب. بالظبط. بالظبط. انا حاسس ان احنا مش بعيد ان شاء الله. ان شاء الله.
بدليل ان البنت المصريه لما دخلت تحت ضغط، لما دخلت اول مره تشتغل في شكل الاحمال المعينه اللي كانت البنات عمرها ما تشتغل في احمال. صحيح. احنا الحمد لله معانا مدربين احمال على اعلى مستوى، هم مع الولاد، مع منتخبات الولاد، واستعنا بيهم في منتخبات البنات. برافو. بصراحه الاتحاد ما تاخرش اول ما استعنا بيهم. اي دعم فني بالظبط. كابتن صلاح وكابتن جوده قام بدور اداء بدني هايل جدا، وده لاحظناه ان احنا بنلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه مع انجولا، اللي هي اجسام قويه جدا، سرعات قويه جدا، هم لاعبين من اول دقيقه لدقيقه 60 بدون تعب، رطوبه عاليه، حراره عاليه، حراره عاليه، ملعب وحش ارضيه، ملعب مش عايز اقول لحضرتك يا كابتن هيثم، اولا ما فيش تكييف، مفتوح من الجناب زي هانجر بالظبط كده، الصهد كله داخل. يا جماعه هاتوا لنا شكل او اللقطات اللي كانت موجوده في التقرير برضو للساده المشاهدين، شوفوا حجم المعاناه اللي عانوها شباتنا والجهاز الفني هناك في الملعب، وهي دي اللعبه في افريقيا، مش بس كره القدم اللي بتعاني والالعاب الاخرى. بالظبط. احنا كنا بنعمل ريكفري زي منتخب الرجال في ينزلوا في الثلج وكده، الثلج نطلع نجيب برميل، نفس الجردل، نفس البرميل بتاع مو صلاح خدتوه برضو، ده شكله بيلف في افريقيا كان ينزلوا البسين وبعدين يخشوا في نفس البرميل بالثلج يعملوا ريكفري. طبعا هم متعودين عليه الريكفري ده على طول، يعني بين كل تمرينه او كل مباراه الريكفري ده بيفرق جدا معانا. برافو. فعشان كده الحمد لله مش عايز اقول لحضرتك شرفنا مصر بجد طبعا، وانا فخور بيهم طبعاً. كابتن هيثم ان هم تعبوا معايا جدا بجد يعني. طيب احنا يعني نفسنا بقى، انا بقول لك يعني معلش خدها من يعني نفسنا نكمل، نفسي اشوف منتخب سيدات كره اليد، انا حلم من احلام حياتي، زي ما في الطايره سيدات منتخب، زي ما في الباسكت سيدات منتخب، اليد هم اولى. ليه؟ لان احنا طبيعتنا الجسمانيه بطريقة لهذه اللعبة. تمام. فأنا نفسي أشوف منتخب، أتمنى الاستمرارية إن شاء الله، يعني يا رب إن شاء الله. دكتور محمد الأمير رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وكابتن عبده كان رئيس البعثة وهو المشرف على منتخبات البنات، طبعا بصراحة يعني النية موجودة، موجودة جدا يا رب يعينه إن شاء الله يا رب يعينه. بإذن الله النية دي طالما موجودة أنا أتمنى ليه الزمن رجال حققوا السيدات، ولا إيه رأيك؟ إحنا والله نتمنى إنهم يعملوا لنا درجة أولى سيدات بصراحة. نفسك بالزبط. هيحصل، انا بقول لك هيحصل ان شاء الله، إن شاء الله احنا ورا الموضوع لغايه ما يحصل. بس خليني اقول لك انه طب انت ما بتفكريش في الاحتراف، انت عندك دلوقتي اثنين محترفات فرنسا، مروه وعندك رحاب، مروه عبد الملك ورحاب جمعه، والاثنين بيلعبوا في انديه كبيره ممتاز، ما فكرتيش انت كحارس مرمى احسن حارس مرمى في افريقيا في سنك انت تطلعي؟ بفكر اكيد، بس هي الفرصه ما بتجيش، ان كاس عالم بتاع الناشئات اتلغى، فكانت دي كانت فرصه ان اي حد يقدر يشوفها. بالظبط. بس ان شاء الله كاس عالم الجاي تبقى حاجه كويسه. لو جات لك هتسافري؟ اكيد. برافو. ان شاء الله. وكمان انت بتدرسي تربيه رياضيه، دي دراستك، ده ملعبك. ايوه. يعني ده وزيرنا، وزير شباب الرياضه تربيه رياضيه، يعني 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 قصدي اقول لك ان انت بتدرس في مجالك. بالظبط. طيب ان شاء الله تيجي. بس اي طيب قولي لي يعني اقوى الدوريات بالنسبه لكم؟ طبعا الفرنسي، المجري برضه، المجري سيدات قوي. الدنمارك. الدنمارك قوي. المانيا. المانيا، السويد. عندك محمد عصام الطيار هناك اهو. يلا يعني خليه هو الايجنت بتاعك، يلا ابتدي بقى. يعني يعني انا قصدي اقول لك ان هو انا ببقى سعيد الحقيقه، لانه انا مؤمن ان الولد زي البنت تقدر تحقق. احنا محتاجين الفرصه. بالظبط. برافو عليك. محتاجين الفرصه. وهتيجي ان شاء الله. بس انت تبقي جاهزه لها ان شاء الله. يعني واكيد لما رجعت عليك عبء، يعني انت ممكن دلوقتي في الدرجه الاولى، خلي بالك انتوا داخلين على ماتشات والكابتن بيستعين بيك طول الفتره اللي فاتت. طب هتعملي ايه بقى في موضوع ماتشين من الاربعه دول؟ دي يعني طب تستثنوا حراسه المرمى يا كابتن والنبي يا كابتن. ليه؟ اصل حراسه المرمى ما فيهاش مجهود، بس يعني منا مش كده يعني الاتحاد يستثني منا بس عشان كده. انت كده غالبا ممكن يعني تبادل وتوفيق لو هيشوفوا اني اهم. بس خليني اقول لك حاجه، في مبدا بيقول لك ان قطاع الناشئات او الناشئين هو الاساس منه هو دعم الدرجه الاولى. بالزبط. فلو تعارض يبقى الدرجه الاولى. في مدرسه بتقول كده. يا رب تبقى كده. شفت الاجابه؟ يا رب يا رب يا رب تبقى كده. يعني 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 الاجابه تبقى كده، بس هي فرصه كويسه ليكي ان انت تفكري في الموضوع. طيب قولي لي وانت صغيره مين اللي وجهك في حراسه المرمى؟ مين اللي قال لك تلعبي؟ يعني في بدايه كره اليد بنبقى كله بيلعب كل حاجه. بصراحه هي ما جاتش بتوجيه ان حد يقول لي ابقى جون، هو كان اخويا بيلعب كره يد برضو. ايه ده؟ اخوكي بيلعب كره يد؟ كان بيلعب في الاهلي. الاهلي. لغايه ما سنه الدرجه الاولى وراح الداخليه. برافو. يعني اسره، يعني الاسره بتلعب كره يد؟ هو كان على طول هو لعيب، فانا كنت بقى يشوط عليا. هي جت كده. انا هو يشوط، كان بيتمرن عليا يعني. هي جت كده. بدات بالظبط. احنا بنحييه.
طب هو لسه لغايه دلوقتي بيشوط فيك اكيد طبعا اكيد طيب ومن يعني انت من داي 1 عايزه تبقى حارس مرمى بالظبط لعلمك هي الموضوع حب يعني انت لو بتحب مكان وبتحب بوزيشن معين هتتفوق فيه بالظبط وده سر التفوق ايوه طب قولي لي بقى مين اكتر بابا ولا ماما بيتعب معاكي بصراحه يعني اللي كتب معايا بابا بس ماما بصي انا قاعده على الترابيزه دي والله كل اللي بابا اللي لدرجه ان يعني بص بابا انا ما بعرف اللي جاي طيب بس طبعا بابا البنت لا ماما برضه بتعمل معايا بس بابا هو طبعا ماما بتتعب طبعا انا واخد بالي لا صح هي بصي البنت حبيب بابا والام والاب ليهم كل الخدش احنا بنهزر يعني ليهم طبعا كل بابا اللي كان لله وما كناش هنقدر نوصل لحاجه طبعا بيروحوا معاك التمرين ويستنوكي كل حاجه صح انت كنت مرات طول عمركم بتيجي مصر كنت ساكنك بعيد لا مصر الجديده مصر الجديده فيعني الدنيا كانت قريبه جدا ما كانتش بتاعني بس بعد كده رحتوا جزيره بقى بتوع عين طيب يلا خلاص هي كده الحقيقه انتهت فقرتنا معاكي انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك استاذنك هتقعدي معانا في الاستوديو مش هتمشي وهتنضم لنا ان شاء الله بعد الفاصل روان سعيد احد نجمات الفريق هنتكلم معاه برده عن طموحاتها والبطوله اللي فاتت كابتن رامي مستمر معانا في الفقره الثانيه نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني اهلا بحضراتكم من جديد روان اجيلك يمكن سالت منه في الفقره الاولانيه عن الصعوبات اللي قابلتها في البطوله طب انت من وجهه نظرك ايه الصعوبات اللي انت شفتيها طبعا الجو والملعب الدنيا ما كانتش مظبطه اول ماتش بالنسبه للجو بالنسبه لنا كان صعب جدا احنا عندنا هنا في القاهره الجو كان شتاء وفي بولندا برضو كانت ثلج فالموضوع كان صعب جدا علينا في اول ماتش بس طبعا مع الماتشات بدانا نتعود واحنا كده كده عارفين من افريقيا اللي فاتت ان احنا هنقابل صعوبات كتيره جدا بس كان كل التركيز على البطوله فاحنا كنا عارفين ان احنا هنقابل حاجات كتيره ولازم نعديها طبعا كلنا كنا بنحمس بعض ونتكلم مع بعض عشان نعدي كل ده طبعا كابتن رامي كان معايا في ظهرنا كابتن ايمان كابتن دكتوره منى كابتن بكر كابتن وليد كل الجهاز واحنا الفرقه كلها كنا بعد كل ماتش نحمس بعض الماتش اللي بعديه واللي بعديه عشان احنا كنا نفسنا طبعا نوصل ناخد اول زي افريقيا اللي فاتت ونعمل حاجه لمصر كبيره بس الحمد لله ان شاء الله يعني نعوضها في كاس عالم طب هتاكلي معلبات لما رجعتي ولا خلاص هقطعها من البيت ينسوها دي خالص لا لا ما حدش يجيب لي حتى الكلمه معلبات مش عايز اسمعها لا طبعا كان كله معلبات تعبنا وفي اوقات طبعا بعد الماتش بنتضرب كتير قوي هي علبه تونه ونتعشى ما كناش بنقدر نعمل اي حاجه خالص المشكله اللي واجهتنا هناك طبعا واجهتنا في كل افريقيا التغذيه بتاعت البنات طبعا هم بيعملوا بطريقه بهارات معينه ما بتخليك مش بتاعتنا ما تنفعش مصر يعني مش احنا مش متعودين عليها بعيد قوي فانت متخيل ان عايزه محتاجه تاكل بروتين بعد المباراه تعوض اللي فقدته تاكل تونه يعني فهو ده برضو يعني بس حاجه ما هتعمل ايه بس عارفه كنا بنعمل ايه روان انا صغير النهارده هاكل تونه بالبصل بكره هغير بقى تونه بالفلفل الاخضر والله احنا الماتشات كنا بنتحن فيها يعني بعد الماتش احنا مش قادرين هي اي حاجه كده هناكلها وخلاص راجعين خاسين 100% 100% انا كنت برجع خاس وخلي بالك وانا بقول لك انت كانت التونه تقعد تنوع ايوه مثلا تونه بالتونه ساده هي هو ده الاكل العيش بيعملوا عيش حلو هي العيش والفاكهه عندهم حلو احسن حاجه هي الفاكهه العيش والفاكهه ايوه فده كان ينفع سندوتشات حاجات زي كده بس انت عايز بروتينات عايز تاكل رز طب اول بقى ما رجعتي بابا ماما عاملين ايه في البيت محشي بقى محشي بقى أيوة. ومسبك وبتاع خلينا بقى نكسب الوزن اللي نزلناه يعني طبعا استقبال الفاتحين في الاكل وبتاع مش عايز اقول لحضرتك كابتن هيثم ما استنوش رجعوا البيت في المطار ماكدونالدز كنتاكي انا شايف احنا سيبنا اللبس والشوبينج وجرينا على مطعم الاكل ما كناش قادرين خلاص عشان بس الناس تشوف الصعوبات اللي ما بينها طبعا هناك صعوبات جامده قوي ده هتقول ماكدونالدز ودخلتوا بقى على الاكل بقى الفاست فود بقى كل ده كان ممنوع في البطوله وقبل البطوله احنا من شهر 5 ممنوعين من الكلام ده خالص محرومين طب يا كابتن انتوا بتراقبوا وزن اللعيبه يا كابتن طبعا اسبوعيا في ميزان طبعا في امبادي بيتعمل بعد كل فتره بنشوف الماسل زيوس اللي ايه والفات قبل ما نمشي من المعسكر عملتوا امبادي يعني على طول اخر الاسبوع اخر الاسبوع طب هسالك سؤال بامانه انت بتتابعي الامبادي بتاعك طبعا حتى لو انا لازم يعني بتشوفي يعني بتشوفي عملتيه دلوقتي وكمان اسبوع عملتي ايه وكمان طبيعي وبتشوفي ايه الاخبار ايه والدنيا ايه بس في لعيبه ما بتتابعش لا هو لازم قبل ما تدخل المعسكر الامبادي بتاعك موجود
طبعا انت خنانكي بيحصل في حاجات يعني. بس خلي بالك كابتن انت بالنسبه للوزن في بلس اور ماينس تمام صح بيبقى في عندك يعني بتدي مارجن كده ممكن اللعيب يخس او يزيد بالظبط بالظبط. طب بقول يا كابتن انتوا افراد الجهاز الفني برضو من حقنا نشكر طبعا كابتن وليد ابو العطا ده المدرب العام، كابتن ابو بكر صلاح مدرب حراس مرمى، كابتن امام مرجان مدير كان مدرب حراس مرمى الاهلي صح ايوه اشتغل فتره في الاهلي كابتن امام مرجان مدير اداري، كابتن محمد سليمان محلل الاداء، دكتوره منى دكتوره العلاج الطبيعي، كانت معانا دكتوره زينب باشا برضو طبعا لازم اشكرها على المجهود اللي هي عملته مع البنات قبل ما تيجي دكتوره منى، هي بس عندها ظروف بيبي شويه فهي ما ينفعش تسافر معانا بس كان ليها دور كبير قوي في مع البنات بصراحه. والدكتوره منى قامت بدور جامد قوي قوي في الريكفري في كانت بتساعدني جدا ان هي بتخليهم لي بعد كل مباراه جاهزين الاصابات على طول مجهزهم لي منزلهم لي الملعب فبصراحه بس كويس انها سافرت معاك وفي اتحادات بتقول ما تسافرش يعني بيبقوا في اوقات كتيره جدا بيقللوا عدد الجهاز لا بصراحه عندنا الاتحاد كره اليد احنا طالعين جهاز كامل برافو. من مدرب مساعد لمدرب حراس مرمى لمحلل اداء كان ده بيساعدني بصراحه يعني لا بصراحه كره اليد ما فيش حاجه احنا بنطلبها الا بعملها لنا بصراحه الكابتن عبده كان معانا هناك منتخب السيدات وهو عضو مجلس اداره وكان بيساند البنات هناك جامد جدا وما زال بيساندهم وان شاء الله نعمل الفتره الجايه ودي الميداليه دي بس ميداليات افريقيا اتغيرت قوي يعني انا كنت باخد ميداليات زمان اقرب ما يكون للخشب بس والله بجد كانت ميداليات ممكن يبقى فيها جزء خشب بتاع انما دلوقتي الميداليه يعني بصوا يا جماعه انا عايز اوريها لكم الميداليه شكلها بقى متطور جدا يعني ما شاء الله وكاتبين وعلى فكره فيها يعني عليها رمز الدوله الفيل وهنا رمز الاتحاد بتاع الدوله غينيا فطبعا يعني لا الدنيا اختلفت خالص يعني حتى شكل الميداليه تقيله فالدنيا اختلفت خالص يعني ما بقتش افريقيا تطورت جدا. طيب خليني اقول على برضو ارجع لموضوع مو صلاح ومحمد صلاح وانتم ماشيين في كل حته انت بامانه لمست ايوه طبعا يسالوك لما كان في ماتش مثلا لليفربول وانت هناك ولا ما كانش فيه؟ ما احنا كنا يعني مقفول علينا ما كناش لا لا خالص احنا كنا ولا. احنا كنا مركزين لبطوله مش بنشغل نفسنا بحاجات ولا بره. اصلا ما فيش تلفزيون في الاوضه هو كده كده ما فيش يعني بس يعني قنواتهم هم بس احنا كده كده يعني موبايلات وكده احنا بس كابتن ايمان نطمن اهالينا وخلاص مركزين في بتسلموها البطوله بتسلموها ولا بتبقى معاكم لا احنا بنسلمها وقت ساعه او ساعتين في اليوم وبعديها نديها موبايلات عشان نركز في الماتش اللي جاي او اللي بعديه برافو عليكم اليوم الفري ممكن يقعد شويه بس غير كده يعني احنا اهم حاجه بس نطمن اهالينا وخلاص بس برافو يا كابتن على فكره موضوع اخذ الموبايلات مش عشان حاجه لان السوشيال ميديا ساعات بيشتت البنات بالظبط بالظبط يعني عايز اقول حاجه يا كابتن هيثم السوشيال ميديا في ناس ممكن تخلي المنتخب في السماء ونفس الناس او ناس تانية تخليهم في الارض الكلام النيجاتيف كتير على طول بطوله ضعيفه اجواء عادي احنا المفروض ناخد اول يعني انتم يعني قاعدين في القاهره مش شايفين ممكن الزوف. يخلوا البنات عندهم احباط فاحنا بنبعدهم عن ده خالص ان هم عشان يبقوا مركزين في البطوله هم بصراحه بنات ابطال فعلا. من اول دقيقه لاخر دقيقه هم مركزين في البطوله بصراحه كابتن هيثم كلهم انا عايز اشكرهم واحده واحده على الهوا ان هم بصراحه يعني تعبوا معايا قوي بناتك يا كابتن بالهم بقى اربع سنين مع بعض بقى لنا اربع سنين مع بعض يعني مش عايز اقول لك عشنا مع بعض اكتر ما عشنا في بيوتنا وانا بشكرهم جدا 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 بجد على الهوا لكل ابطال منتخب 2002 طب بقول لك يا كابتن يمكن فريق الرجال يعني شرفنا الفتره اللي فاتت دلوقتي بقينا ترتيبنا الرابع عالميا شايف ان احنا ممكن نعلى عن كده شايف عندنا امكانيات في عدد اللعيبه المحترفين برضو باخدك في عيد في حته تانية اخد رايك برضو وانت معايا طبعا احنا ممكن نعلى عن اكتر من كده ان زي ما اقول لك حضرتك الاتحاد المصري لكره اليد لما بدا يبص على المدارس الاسبانيه النهارده مستر بروندو مرشح يبقى من افضل مدربين كره اليد سنه 2021 استفتاء برافو. من ضمن احسن مدربين في العالم صراحه وعمل شغل معاهم صحيح فاحنا عندنا عناصر كويسه كلها جيده الاحتراف اتفتح ودي كانت ميزه الاتحاد المصري لكره اليد ان فتح باب الاحتراف للعيبه ما وقفش ضدهم في حاجه لا انا ان شاء الله انا شايف ان هم ممكن يوصلوا لاكتر من كده ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كابتن رامي انا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني انا بشكرك يا كابتن هيثم انك انت اديتنا الفرصه وده مش جديد على قناه الاهلي ولا النادي الاهلي
وانا بشكرك جدا على اللقاء الحلو ده بجد. نورت وشرفت يا كابتن، اتمنى لك كل التوفيق في كاس العالم. كابتن رامي عبد اللطيف نورت قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن هيثم. روان بشكرك، نورتيني وشرفتيني، وشد حيلك بقى مع الاهلي والمنتخب ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمتنا شابات كره اليد اللي تاهلنا لكاس العالم، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في كاس العالم ويشرفوا الرياضه المصريه هناك. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بروان سعيد نجمه الفريق منتخب مصر للشابات لكره اليد ولاعيبه النادي الاهلي ايضا، واللي طبعا حصلنا على الميداليه الفضيه واللي تاهلنا بيها الى كاس العالم ان شاء الله في شهر 6 القادم. اهلا بيك يا روان. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. بحضرتك مبروك على التاهل. الله يبارك في حضرتك. ايه كنا رايحين عارفين كده، كنا متاكدين ان شاء الله هننجح ولا ان شاء الله؟ احنا كنا حلمنا في اول طبعا، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس خلي بالك انتوا كان عندكم زي ما قلنا رحمه صابت، وكمان ظروف اللعب كانت صعبه. كان عندنا كذا واحده كمان مصابه، بس جت على نفسها عشان خاطر الفرقه. ممكن يعني نص الفرقه كان عندها مشاكل، بس كله يعني احنا كنا داخلين بروحنا هنجيب الماتش. حاسس ان نقدر نكسب ان شاء الله، ومع ذلك خسرنا من انجولا فرق هدف. يعني كنا ما فيش مشكله خالص، يعني ما تضايقيش نفسك، انا حاسس ان انت متضايقه خالص. يعني ان شاء الله بتقدروا في القادم تقدروا تحققوا يا رب ان شاء الله. يعني انت حاسه ان انت كنت عايزه اول، ده شعور كويس، بس احنا مبسوطين بيكم وفرحانين بيكم جدا جدا. طيب قولي لي، يعني يمكن انتوا قبل البطوله سافرتوا بكام يوم؟ بيومين. يومين، يوم الوصول ويوم تاني. يعني وصلتوا يوم، خدتوا يوم، بعد كده لعبتوا. طيب قبل البطوله على طول كان الاعداد ايه؟ يعني هل رحتوا معسكر؟ رحنا معسكر في بولندا، لعبنا فرق هناك، كانت بطوله كويسه للاستعداد لافريقيا. كم ماتش لعبتوه؟ كان أربعة. كان في بولندا. ده كان قبل البطوله على طول. بالظبط، يعني رجعنا كام يوم بعديها طلعنا على افريقيا على طول. طب المستويات الاوروبيه فرصه بقى اللي انت قلتي لي على معسكر بولندا ده، اكيد. احنا فين؟ لا هو احنا بالنسبه لاوروبا قريبين، مش بعيد خالص. كسبنا كل الماتشات، كان اخر ماتش كان تقيل جدا، كنا برضو خسرين في الاول وبعديها كملنا ووصلنا وكسبنا الماتش. لا انا شايفه ان احنا قريبين، مش بعيد خالص. يعني منتخبات مين اللي كانوا موجوده، ولا كنتوا بتلعبوا فرق ولا انديه؟ انديه. لعلمك في اوقات كثيره الانديه بتبقى اقوى من المنتخبات، خاصه ان هم فرق درجه اولى. انتوا شابات. طيب رجعنا من بولندا، رحنا بطوله افريقيا. بالظبط، عندنا ان شاء الله كاس عالم اللي جاي. هتعمل ايه في المذاكره؟ يمكن يا كابتن يعني روان ثانويه عامه، وانا وانا صغير وفي سنهم كان ازمتي الكبيره هي الامتحانات وبطوله كاس العالم في شهر 6. تمام، هتعملوا ايه يا كابتن؟ والله احنا واحنا هناك على طول في بطوله افريقيا، الاتحاد بتاعنا بصراحه بدا يتحرك. احنا عندنا ثلاثه ثانويه عامه وثلاثه عناصر اساسيه جدا في الفريق. بدا الاتحاد دلوقتي انه هيعمل خطاب لوزير الرياضه، يخاطب بيه وزير التربيه والتعليم، ان البنات دي عندها كاس عالم في توقيت الامتحانات، فبنطلب منه استثناء البنات لما يرجعوا يمتحنوا بنفس الدرجات، يعني ياخدوا ما يبقاش دور تاني. دور تاني بياخد 80% من الدرجه. بالظبط بالظبط. فده اللي احنا بنعمله، انه ان البلد تساعدنا او الوزير يساعدنا. نتمنى ان هم بيلعبوا باسم البلد. نتمنى، لانه الحقيقه هو موضوع الدراسه لازم احنا يعني في تنسيق دلوقتي طبعا عالي وكل حاجه، ولكن نتمنى الرياضي بيبقى عنده مشكله بطولاته بتيجي في اي وقت. هي الثانويه العامه بتبقى امتحان في دور معين، ملوش انه يحسن، ملوش انه يعمل زي نظم التعليم الاجنبيه. بالظبط. فالموضوع ده يا رب يتحل. يا رب. واتصور ان شاء الله يتحل، يعني ان شاء الله ان شاء الله يتحل ويقدروا يمتحنوا. كمان يا كابتن امر تاني فني مهم، هو انت خلاص بطوله افريقيا تاهلت، بتفكر ازاي؟ يعني دلوقتي انت عندك كاس العالم، من هنا لكاس العالم اكيد عندك اجنده. طبعا. يعني الدنيا ماشيه ازاي في الاتجاه؟ والله هو الدوري كله هيخلص، ان طبعا احنا اجلنا الدوريات كتير قوي عشان الاعداد والبطوله. هو كل الدوري هيخلص لدرجه اولى او 2002 يوم 30/4. 30/4. جميل. بس في خلال الفتره دي هم عندهم يومين تجميع هيتجمعوا فيهم للحفاظ على الوضع البدني اللي احنا كنا فيه. ممتاز. والفني وما ينسوش الخطط وكده. بالظبط كده. تمام. وهنبدا من بعد العيد الصغير هيخشوا معسكر مغلق لكاس العالم اللي هو هيبقى 3/5 او 4/5 في التوقيت ده. ان شاء الله احنا عندنا معسكر ده كده. انت عندك شهر وشويه. بالظبط. مش كتير. واحنا هناك الاتحاد التونسي عايز يبعت لنا دعوه ان احنا نلعبوا 3 مباريات في تونس او هو يجي لنا. هنشوف ايه اللي يمشي ازاي. بالظبط كده. طالبين من الاتحاد وهم موافق ان احنا نعمل معسكر او معسكرين خارجيين قبل بطوله العالم. نحتاج بالمدارس الاوروبيه، ممكن نشوف مثلا
سلوفينيا، احنا كاس العالم بتاعنا في سلوفينيا، ممكن تعمل بطوله دوليه قبل كاس العالم ونكمل هناك. فاحنا دنمارك ممكن تروح بالظبط. فدي الاجنده اللي احنا حاطينها الفتره اللي جايه ان شاء الله. نعم، يعني انت حاطط في اعتبارك انه ممكن يبقى في معسكرين ثلاثه خارجيين، وان شاء الله الاتحاد مش هيتاخر عليك. عندك كمان التجميع، بس هو هي البطوله في اول 6 ولا في اخر 6؟ 21/6 بالظبط. اه، يبقى كده من اول التجميع عندك حوالي 50 يوم، ما يكملوش 50 يوم، حاجه 40 يوم بالظبط، شهر ونص. مشكله ان الوقت ضيق جدا، وهم برضه عندهم ماتشات، وما اقدرش طبعا احرمهم من انديتهم، وده دوري بتاعهم والكاس. فان شاء الله لما يخلصوا، فاحنا بس هنحافظ عليهم باليومين في الاسبوع دول مع المباراتين اللي بيلعبوهم، عشان نقدر نحافظ على الوضع الفني والوضع البدني بتاعهم. خلي بالك يا كابتن، يعني انت عندك كده امرين او مشكلتين، مشكله الدراسه الناحيه الدراسيه للشابات او للاعبات، والناحيه الثانيه هي الاعداد الفني، وان انت تبتدي تلاقي فرق او تلاقي ماتشات في الفتره دي. خلي بالك حتى اللي في الجامعات برضو، اللي في الجامعه مش في الثانويه العامه، عندهم برضو نفس الازمه. انا كانت واحنا كنا عاملين معسكر في اسماعيليه، وكانت امتحانات النص السنه شغاله، وعندي بنات من اسكندريه وبنات من القاهره. نعم. البنت تروح اسكندريه تمتحن وترجع لي بالليل على تمرينه في اسماعيليه، او احنا في القاهره معسكرين 5-6 ساعات. صراحه ضحوا يا كابتن هيثم، تعبوا، عشان كده بقول لهم انا بشكرهم جدا. كانت تخلص تمرينه الصبح تروح تمتحن بعد الظهر، وترجع بعد الظهر عشان تلحق تمرين بالليل. يعني بصراحه تعبوا بالامانه. لازم معنا. لازم يبقى في حل للاعيبه المنتخبات. انا شايف ان لعيبه المنتخبات هم في مهمه قوميه، فالحقيقه لازم يعني موضوع المدرسه ده والجامعه لازم يشوفوا، يعني لازم يبقى في حل. لازم يعني لازم. انا اتمنى ان اجنده الرياضيه تتحط. يعني انا صديقي المدير الفني التونسي، فانا سالته في الموضوع ده، انتوا بتعملوا ايه في تونس ده؟ فبقول لي احنا بنحط الاجنده الدوليه للمنتخبات كلها مع وزاره التربيه والتعليم، ان ما يصادفش الامتحانات في وقت البطولات الدوليه. بس طب هتظبطها ازاي دي برضه؟ هو يعني هي تنسيق كده. لا، هي 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 الفكره اللي حضرتك قلتها حلوه جدا، وحصلت في 2014 قبل كده، ان تم استثناء لاعبه او لاعب وتم امتحن في السفاره. ولكن هي الازمه ايه؟ احنا ممكن نفكر، احنا برضه نفكر ممكن تمام. يبقى امتحن في السفاره تمام، ولكن مش في ميعاد. يعني ممكن ايه مثلا، هو عنده امتحان النهارده يوم مثلا 10 مثلا 10/6 تمام، مش لازم اجي عنده ماتش بالليل الساعه 6. لا مش بالزبط. لازم مش لازم اجيبه يوم 10، ممكن اخليه مثلا يوم 11 الصبح تمام. يبقى في مرونه وفلكسبيليتي. مين اللي يحدد الموضوع ده؟ السفاره. يعني يقول لك انت عندك 3 ايام او 4 ايام امتحن فيها لعبتنا، فده بالزبط. ممكن يبقى حل وسط. يعني ممكن اللعبه وكاس العالم فين الاول؟ سلوفينيا. لينا سفاره هناك اكيد، بس نقدر في خلال المواضيع دي. يعني انا بقترح حاجات، لان انا ورا لاعب حتى كان ده برضو ازمه عندي كبيره جدا، وهي ان المذاكره. بس ان شاء الله تتحل، احنا مش عايزين روان تزعل يعني ولا تبقى قلقان. طيب خليني نقول على الكاس العالم اللي جاي. انت لعبت في اوروبا قبل كده، ولعبت قبل كده افريقيا اكيد قبل كده مع فريق فرنسا قبل افريقيا. لعبت في فرنسا. طيب شايفه يعني ممكن يبقى عندنا زي ما احنا عندنا 7 لاعبين محترفين في الولاد، في الرجال علي زين وسند ويحيى الدرع هو طالع، وقبليهم كان في ناس محترفين ورجعوا، او يحيى خالد، في ممدوح هاشم، انا مش عايز انسى حد. يعني شايفين كده احنا عندنا 2 دلوقتي، شايف ان احنا نقدر يبقى عندنا 10 و15 بنت محترفه بره؟ اكيد طبعا. يعني احنا ان شاء الله ناويين طبعا نعمل حاجه باسم مصر حلوه في كاس عالم، ونوصل للمربع ده طبعا حلمنا ان شاء الله. يعني ان شاء الله نعملها. مش بنفكر في الاحتراف قد ما بنفكر ان احنا نكون منظرنا كويس الاول، وطبعا الاحتراف دي حاجه بتاعت ربنا، توفيق في الماتشات وتوفيق من ربنا. بس احنا عايزين اهم حاجه عندنا، زي ما عملنا حاجه في افريقيا ومصر اتكلمت علينا، نعمل حاجه برضو في كاس عالم ومصر برضو تتكلم علينا، ويبقى لينا اسم للبنات في المنتخبات عامه. بس ما تشجعوا حتى الاتحاد ان يبقى فيه ده. منتخب للكبار للسيدات، لان النواه تبقى النواه خلاص. طيب وعايز اعرف منك برضو الصعوبات، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن برضو الصعوبات اللي قابلت اللاعبات هناك، ولكن بعد الفاصل.